اختيار عودة المدارس والطلاب الفعلية يوم الأحد، بالله وش اضطري عليك؟ ما لحقت أعرف العودة. عودة ما أعرف غير جارنا عودة. بالله وش اضطري اضطري عليك، عليك أقول؟ اضطري علي أنا، إيش خقوم طفشان ضايق أول يوم المدرسة بعد العطلة، مدخلنا الصورة لما قال مشرف الطلاب تعرفه متعرفون على بعض، أنا ضايق حري العطلة ولا يستانس ذاك الأيام إلا اللي أباهم أغنياء. يا ليش؟ أخي ذكروني يا أباه أغنياء، حقد على أم وأبو ينزلونه عند المدرسة يودعونه، وبعدين ما حوش سندوتشات، ما حوش شنطة الطعام داخل الشنطة لفكها، أنت ما عندك شنطة ما طعام. عندي شنطة طعام لفكها، أحد فلسطيني سندوتش بالحمص الله ينسى فيها عنب، والله بيزيد فيها عنب، حاقد عليها طالع فيه ميت. أنت لما كنت تتعارف مثل الطلاب؟ أنا متعارف لعشلة بويزي جاهزة ما بالمدرسة، تعارف عشلة في المدرسة بس، وكان تفدى الطوبير بدري والطابور كان برا، وكان فيه مدرس مصري حلو اسمه بقى، بقى ايه مسمينه بقى، مو هو يقول دائما يقول بقى بقى، احنا كده سميناه ايش استاذ بقى، استاذ بقى يا استاذ بقى، طيب حاقد العين ومتهمني انا اللي مسميه بقى. ثم بدأت الطوبير وطلع ميكروفون فوق تحت فوق، وانا ما انا عبيط فوق تحت يا خرا يا بليد، وانا ما احس من يقول هيك ايوه يصوت لك ايوه انت يا خرا يا بليد، كله يقصد من يا كان يأثر بك يا خرا يا بليد ها ويأثر في طيب تصيبني عقده من الطوبير ما اجي ما نحضر يا ابو يزيد تكون برا تكي برا لين يدخل في الصوب هنا في سي بكره ابو زواق بكره معكم اي بكره لراسي تو زنزانه طيب تو طلعت خشته اي وندخل عاد ندخل في صول نجي احنا اليوم الاول سجلوا سمينا اليوم الثاني سجلوا سمينا اليوم الثالث فرش ضرب اي عاد احنا بعد الفرش فلان تغير وجهه فلان ما تغير وجهه فلان ما تحدي بينك اي تحدي وانا ما ابغاك ابكي ويجينا وكيل الوكيل يفرشنا الوكيل ما يفكك انت تبكي او تقول انا كلها انا تحدي اهم شيء العيال ما يمسكون عليك شيء ايه اسكت مو يبغاني ابكي عيت ابكي طش العصا ويزمني سمي وضرب يود هذا مدرس ورش وضرب لا تسوي يا رجل المهم بعدي بكر اسمع بكر وراي يقول كي 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 مدرس قال تعال اوكي عاد روحت يا جلد جلده النهائيه هذا وبكر باقي واسمع يقول باي كي 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 واجد يجد احنا نروح انا وياه نبع اشوى كلنا بكينا حلو حلو نروح لين دخلنا ندق الباب حق شو اسمه مدرس فصل 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 جي قال انت استاذ علوم طيب قال انت في شيء مضيع غلطنا هو ليش طيب مدرس العلوم؟ يا اخوي عشان دائما ما يهرج دائما درس العلوم كويس والله لانه دائما يهرجون على الحيوانات الامعاء اليفين ادخل يمسح على راسه ويجلس وبين الحصتين اشهاقه فيه لا الحين وبكره واقول له منك طول عمرك صفرت الحصه الثالثه على الوسعه وناس نسيت كل شيء اي عقل الابن عقل الابنتين بعضها شو اسمها اللي يقولون فرشين ما يعطيك الا جبنه طالب يمكن اذا منك شيء يدف طيب وناس صارت بعد الفسحه حصه الرياضه يا سلام خلاص ما تدخل تصير بالحوش بالحوش اي طيب فسخ لنا ذياب من عين وزاره المعارف الثنايا الخضر خبرها عادي بيطلعون عيال الأغنياء عليهم كناد البوم وعليهم لبس حنا ولا أني حاقد على واحد يحضري وانتفخ وابني على كناد ليش تحاقد أنت ليش عشان يلبس أنا أدري أنا ما أدري أنا منسى طيب بس طول عمرك شبعان وريحة الصبوف وياخذ أكل كورة دب ويركض قال باكر أمبرش ومنفرد هو يا بلبا وانا حاقد عليه يركض يركض خدود حمر وعيني على الكنادر حقت مارادونا انت ما تبي الكوره اوريك يا بالبرجر والله العيا العظيم بالمايونيز هذاك الايام تو طالع المايونيز ما نعرف هو يعلمنا فيه ولا بكر ورا
يقول أبريش هيوا يوم قال لي هيوا بدل ما أتحمس وأنا أطير طيران يا ولد تقص أقل طيب وأنا أهش معود بالهواء وهي بلين لا صوت ركبته قال طع كسرته أمي درس الرياضة منه بقى ما حاقدن علي جيبوا المتهر جيبوا الوكيل ويدقون طول عمرك على الاسعاف بعد ساعة تيجي والدنيا تجمع وبكر يجيني هذا السجن العام تبقى السجن العام الصبح مضروب يا كثر مشاكل والحين مثبت عند المدير ولا ادري عن مصيره ها يدخل ابوي معبر يوم دخل ابوي انا اشوف الحياة بس كسر العام تبكي الحمد لله ابوي يوم دخل تعدى من عند ابوه بلا بشكلك ويدخل عند المدير هرجون هرجون شوي يطلعون له وياه يضحكوا سامح ما سن شيء صار ما كان صار شيء زين الناس ولا صار قال ابوي يلا بنروح نزاور الولد حلو ناخذ طماطم عصير طماطم كثر الطماطم مناديل نروح نزاور وعين الرجل بيضة وقول في قلبي محافظ عليك انا هذا المرة بيض رجليه تفتح سلمت عليه انت وسلم عليه ولا ما بيسلم عليه احب راسه قلت له اني ما اقصد لا يعني اشياء مهمه